جماعي الاكادير من هذا المنبر تنحملوا المسؤوليه ديال هذا الفئه. اليوم جينا كنحيوا فتح ماي عيد الشغل بواحد الظرفيه اللي هي استثنائيه في ظل ارتفاع الاسعار كذلك الازمه الاقتصاديه، ولكن اليوم انا غادي نخص التدخل ديالي فيما يخص المراه الشغيله. المراه الشغيله صراحه كتعاني بزاف من خلال المقر يعني داخل المكان فاش كتشتغل. اولا اول حاجه كتعاني منها هو داك الشغل المتقطع، يعني ديما كتشتغل بكونترا مؤقته. اولا هو العميل النفسي داخله غتهضر تقول له ضرني هذا ولا ضرني هذه غتخرج. ثانيا الا جينا نهضروا على القطاع السياحي، القطاع السياحي كيعرف بزاف ديال الحالات ديال التحرش اللي كنتوصلوا بها من خلال بزاف ديال الملفات. ولهذا شكون غيحمي هاد المراه هذه اللي هي ام وزوجه ومشات تخدم تشتغل، انها تشتغل في قطاع سياحي داخله فندق كيفما كان نوعه تعرض للتحرش؟ دائما جيبي شي يشهد لك، واش الشاف ديال هاد المراه غادي يتحرش بها قدام الشهود؟ ها واحد الاكراه. ثانيا ملي كتمشي لمفتي الشغل باش دير واحد الريكلاماسيون، راه ما كاينش واحد الحراره في التفاعل، يعني ما كاينش واحد التفاعل اللي هو جدي وايجابي باش تاخذ حقها ويكون داك السيد عبره للاخرين. نضيفوا عاوتاني ان بعدا بحال النساء العاملات، نساء المعامل دابا كلهم كيجزمون على ان السويع ديالهم كيتكالوا، يعني هي في الكنزه كتكون حاسبه، راه اللي كيخدم كيحسب شحال كيخدم، كتمشي كتلقى السويع ناقصين. من سيحاسب هاد الناس؟ من سينفذ الشروط ديال مدونه الشغل؟ ما كاينش. ها مدونه الشغل عندنا لا تنفذ، ها الدستور عندنا لا ينفذ، عندنا وثائق والمغرب قطع اشواط كبيره في انزال اوراش وكذلك في انزال مراسيم قانونيه اللي كتضمن الكرامه والحقوق ديال الناس، ولكن التنزيل هنا لتحت ما كيوصلوا والو. ملي كيكون في المركز كنسمعوه زوين، ولكن غادي عندنا متقوب، غادي داك الشيء غادي كيتكب كيوصل عندنا ما كيكون والو، كتكون الورقه متقوبه ما فيها حتى حقوق حتى حق ما كيوصل. ولهذا اليوم باسم المراه الشغيله كنقول لكم راعيوا واتقوا الله في النساء، لان النساء راه خارجه على وليداتها، كاينه اللي كتعاون الزوج ديالها، كاينه اللي هي مطلقه، كاينه اللي ارمله، كاينه اللي غير متزوجه خدامه على باها وامها، ولهذا جايه تخدم. انا راه قلتها في الخطاب ديالي، حنا ما باغيينش بوست ما كنستحقوش، وما باغيينش امتياز في الصالير ما كنستحقوش بالنسبه للترقيه، ولكن باغي غير كل مراه كتشتغل تاخذ حقها، كتشتغل مزيان تاخذ حقها. وكذلك الا جينا نهضروا حتى في الاجره، راه هذا الحوار الاجتماعي ديال 5% راه غير كضحكوا علينا. نقولها لك انا من هنايا وباسم المراه الشغيله في اقل ما قادر داوت، انا 5% كضحكوا علينا. هذاك كنتسمع مسؤول كبير كيهضر لك على 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 على, على مكتسبات، غير في الوراق راه ما كاينينش مكتسبات. المكتسب هو انني ملي نمشي نتيري نلقى صالير قد القدره الشرائيه اللي في السوق. حنا عندنا تناقض غريب، تسطى انت كتخلص كتمشي للسوق ما كتقدر تشري والو، كترجع كتخلص بهم الكريدي نص ديال الديون، النص الاخر كترجع وتطلب الناس يطلبوا يصبروا عليك، وباش تشري ما عندكش باش تشري. راه زمان كانوا الناس كيخدموا كياكلوا وكيوفروا وكيشريوا بقعة وتيبني وتيقري ولادهم. حنا دابا راه ما تبني ما تشري بقعة ما تجمع، والعيد الكبير اقسم بالله ما بقاوش الناس يجمعوا ليه. انا كنهضر لك على الناس اللي نيت كيشدوا 3000 درهم و 3500 درهم ما كيتجمعش للعيد الكبير. راه بركه ما نخليو الناس خدامه من الصباح حتى العشيه وتطلب القفه في رمضان، بركه نخليو المراه خارجه من الفجر وتجي عند العيد الكبير تقول لك تعاونوا معايا في العيد الكبير. الا ما غاديش تحفظ لي هذه المهنه وهذه الخدمه الكرامه ديالي، وانا مثلا كعامله فندقيه نهضر بالاسم ديالهم، الا ما غاتحفظش ليها الكرامه ديالها وما تمشيش تطلب الناس، لاش خدامها؟ لاش غتخدمها اصلا؟ ولهذا خاص بسرعه واستعجاليه تحسين القدره الشرائيه او الرفع من الاجور فقط. راه ما يمكنش يكون واحد 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 واحد, واحد المبلغ لا يوازي القدره الشرائيه. بزاف الناس تقهروا، والعيالات خاصه الامهات قهرتهم واحد 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 النقطه اللي هي كبيره، واليوم جينا نجاوبوا عليها. ملي جينا كنهضروا على القدره الشرائيه وعلى الخضرات غلات وهذه خضرات، وخرجوا نساء كيبكيو وتسمات على اننا حوار هامشي واننا كنشوهوا بلادنا بالجوع. حاشا اننا نشوهوا بلادنا بالجوع، بلادنا فوق راسنا وغادي نضحيو عليها بالدماء ديالنا، ودابا مستعدين اننا نضحيو، ولكن نشوفوا الكبار تيضحيو. راه ما يمكنش واحد كتشوفوا شركه كبيره الهامش الربح ديالو تيرتفع وكيزيد اغتناء وواحد فقير يزيد فقرا. اما نكونوا دوله حق وقانون وفينا السواسيه وبحال الغني بحال الفقير، واننا من الفقير نعاونوه انه يوصل للطبقه المتوسطه ونعرضوا الطبقه المتوسطه اكثر. هو هنا غنقولوا للحكومه انها ناجحه في ظل الازمه، قدرت انها تبتكر. الحكومه الا ما كتبتكر وكتجي، والو الحكومه ولات كتشكي اكثر منا اكثر منا اكثر منا، كيخرج لا خصنا لا راه وقعنا. راه الحكومه لا يحق لها ان تشتكي، لانها هي اخترت انها تكون مسؤوله علينا وعلى المآسي وعلى المشاكل ديالنا، ولهذا ما عندها تبتكر حلول، تشوف اللي يبتكر لها حلول اخرى.